الثامنة الأربعون بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. بعد القرار الفضيحة أمس وتماماً كما بعد كل فضيحة قرار يهدف إلى عرقلة عمل القاضية غادة عون منذ تجرؤها على وكر دبابير الفساد في لبنان، توزع اللبنانيون إلى 5 فئات. أولاً فئة أتباع السياسيين المتورطين المرعوبين من نتائج التحقيقات المالية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وباتت تدور حول عدد من كبار الشخصيات السياسية البارزة. ثانياً فئة غير المبالين بالدولة اللبنانية من أساسها المنتمين لدويلات المذاهب وزعائمها، الزبائنيين بامتياز والمقتاتين بالعادة من فتات الموائد. ثالثاً فئة الشامتين الحقودين، ومنهم شخصيات من مختلف القطاعات حتى الفنية، الغارقين في العقد النفسية التي أعمتهم حتى عن مصالحهم الشخصية وعن مصالح عائلاتهم ومعجبيهم وجمهورهم في مختلف المناطق إن وجد. رابعاً فئة رفع العتب الذين يتحمسون اليوم لقضية وغداً لثانية وبعده لثالثة من دون أن يتوصلوا إلى نتيجة في أي منها، أصحاب الذاكرة الضعيفة التي يراهن عليها الفاسدون والمرتكبون على أنواعهم كي يفلتوا من العقاب. خامساً وأخيراً فئة الصادقين من اللبنانيين، وهم والحق للأسف أقلية، لكنها أقلية كبيرة لا تستسلم ولا تستكين، تفهم اللعبة الماكرة ولا تجاريها، بل تتصدى لأربابها ولسائر مظاهرها، كمثل التعميم غير البريء الذي أصدره ميقات اليوم للوزارات والإدارات بوجوب التقيد بقرار القضاء، والذي ردت عليه القاضي القضية برفض المس بالدستور والتنكر لمبدأ دستوري جوهري هو الفصل بين السلطات. إذن القاضية غادة عون ترد على الحجار، فهل تستمر التحقيقات؟ تسير النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حقل ألغام زرعه أمامها القضاء المسيس لتنحيتها عن الملفات المتعلقة برؤوس السلطة السياسية والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وجهات أخرى، حيث توجهت القاضية عون عبر منشور لها على منصة إكس إلى القاضي حجار بالقول: يا حضرة ما يعرف بمدعي عام التمييز بالإنابة، يلي ما منعرف كيف تعين، أي قرار بتاخده باطل لأنه صادر عن قاض غير معين وفقا للأصول. وأضافت: للأسف سلفك عمل نفس الشيء وفشل، وما حدا بيقدر يوقف مدعي عام بيقوم بواجبه، انت اتطولت على صلاحيات وزير العدل بس الحق مش عليك، وضعت بهيدا المركز لهيدي الغاية. وأشارت عون أنه للأسف وصل الانحدار بالأيام بهيدا البلد إلى حد اعتبار أنه من لا يراعي أصحاب النفوذ بيتجرأ عليهم يصبح مطلوب يقتضي إنهائه. قرار حجار بمعاقبة عون تحت مبررات التخاطب غير اللائق وغير المألوف بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها ومخالفة طلبات موجهة إليها من النائب العام التمييزي ينظر إليه الخبراء على أنه يفتقد للمشروعية وفي غير مكانه. اليوم القاضي غادة عون تم استهدافها لأنها عم بتحقق بأموال الناس، إن كان أموال خاصة لمودعين أو أموال عامة تم نهبها عبر مصرف لبنان ومصارف تجارية بشكل ممنهج للسنوات الماضية، وبينت المخالفات الكبيرة وبينت بالتدقيق الجنائي وبينت بالتحقيقات الخارجية بشركات كبرى. إذن اليوم هناك من يحلم في لبنان بأنه بعده بيقدر يوقف هذه التحقيقات. اليوم ما بتوقف التحقيقات، بدي طمن كل اللبنانيين، ما بتوقف مثل ما صار بملف رياض سلامة وفوري، دفنوه فترة بلبنان، عرقلوا عمل القاضي جان طنوس، آخر النهار اجت الادعاءات ومذكرات الانتربول من ألمانيا وفرنسا وعقوبات في كندا وبريطانيا وأمريكا. القاضي جمال الحجار القرار يلي اخده بمنع الضابط العدلية من العمل مع القاضي غادة عون ما بيوقف لها شغل القاضي غادة عون، هي بتكمل شغل عادي وفيها تدعي كمدعي عام لأنه هي تم تعيينها بموجب مرسوم وما بتنشال من محلها إلا بمرسوم. هناك من سيتحمل مسؤولية مباشرة عن 8 مليار دولار، وهون فينا نروح نحن بدعاوى مدنية ونحجز له عقاراته وبيوته وكل ما يملك، كل من سيظهر لاحقا أنه عرقل التحقيق ب 8 مليار دولار وغيرهم من أموال المودعين.
بالإضافة إلى آراء المختصين، كيف ينظر المواطنون إلى قرار حجار؟ بتصدق المعطيات اللي هي واضحة قدام الناس كلها على التلفزيون، منا أنه لأن التحقيق المبين أنه التحقيق تقدموا بالتحقيق ومبين أنه في ناس كتير تنفضح، مشان هيك ناويين يكفوا لإيده صراحة، لأنه هن بحبوا الفساد وما بدو وقفوها لأنه هي عم تكشف ملفات وعم تكشف الفساد بلبنان. صراحة أنا ضد الفكرة، لا ما لازم تتوقف، بالعكس لازم يبين إشياء ويكشفوا هالبلد، لأنه كل السياسيين اللي عنا بصراحة كلهم دجالين وكلهم حرامية. الرأي معروف، لأنه ممكن تكشف على شغلات جانبية كثيرة من هون من هون، في ناس ما بيهمهم تنكشف الحقائق، بدها تضل مخباية لحتى يضلوا يمرقوا صف مثل ما بدهم، والسلطة للأقوى، القضاء للأقوى، ما في منطق أو قانون يمشي بالعدالة كما هي. المفروض إنه يستمروا ما يكفوا اليد عن القضايا، لأنه البلد عدم شرعي صار، وما بقى في أمان، ما بقى في شيء. بس كل اللي عم بيصير إيه؟ في شيء من وراه. في كثير اشياء من وراها، هذا بيغطيها وبيغطيها وبيغطيها. اذا رحل سلامه ولم ترحل بعد ملائكته، لكن يبقى الاهم ان تستمر التحقيقات التي ستكشف يوما بعد يوم عن فظائع جديده ارتكبت بحق اموال المودعين. وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتابا إلى الوزارات والإدارات العامة كافة لوجوب التقيد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال حجار، والذي يهدف إلى تأمين إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كما جاء في بيان ميقاتي. وعلى الإثر ردت القاضية غادة عون على كتاب ميقاتي وكتبت عبر منصة إكس: فهمت يا جماعة الخير شو يعني؟ يا مودعين يا منهوبين، يعني ممنوع تعرفوا وين راحوا ال 8 مليار، ممنوع تعرفوا شو وثقوا ألفاريز، ممنوع الحاكم يعطي معلومات، هيدي الخطة لسرقة مصرياتكم، وممنوع تفتحوا تمكن، ممنوع القضاء يحاسب عن سرقة أموالكم. يا للعار، متى رح تستفيقوا وترفضوا هيدي السرقة المفتوحة؟ ختمت القاضية عون تغريدتها. وقبيل بدء الوزير باسيل بجولته، هل حمل الحراك الذي سبق حراكه أي جديد؟ فلنتضرع سويا إلى مار شربل والإمام علي حتى نصل إلى خواتيم سعيدة في الملف الرئاسي. بهذه العبارة يختصر مصدر رفيع في حزب الله الحراك الرئاسي الحاصل، أكن في الداخل أو في الخارج، ويتابع عبر الأو تي في بالقول إن الوضع لا يزال كما هو بعد حراك الخماسية، وبعد حراك كتلة الاعتدال، وبعد حراك كتلة اللقاء الديمقراطي، والعين على حراك الوزير باسيل. المصدر يشير إلى أن كل هذا الحراك ممتاز لأنه يعزز منطق الحوار للوصول إلى انتخاب رئيس، لكن ثماره لم تنضج بعد، وفي الحقيقة ما في شيء، ولا يمكننا البناء على شيء جدي حتى الساعة لنقول إننا على السكة الصحيحة لجلسة انتخاب رئيس. المصدر الرفيع في حزب الله علق على اللقاء المزمع عقده بين الوزير باسيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول: الله يديم الوفق والمحبة، وبالسياسة على الجميع يتحدث مع الجميع، ونحن لا نستطيع التعليق على حركة الوزير باسيل قبل أن نعلم ماذا يحمل في جعبته وماذا سيقول ويطرح. قول المصدر: المفاد الفرنسي جان إيف لودريان تحدث في جولته الأخيرة عن مشاورات ثنائية وثلاثية، أما نحن فذهبنا إلى منطق الحوار في مجلس النواب، وهو ما رفضته القوات وغيرها، لذلك نأمل في أن يكون هناك ما يفتح الأبواب على حلول مقبولة من الجميع. وختم المصدر الرفيع في حزب الله حديثه عبر الأو تي في بالقول إنه في موضوع مرشحنا سليمان فرنجي، فقد سمع جميع من سألنا أننا لا نزال متمسكين كما في السابق به، ولم يتغير هذا الأمر ولو حتى قيد أنملة. مصادر التيار الوطني الحر أكدت من جهتها أن التيار مقتنع بأنه لا خلاص إلا بالتفاهم والتحاور والتواصل، لأنه لا المتعنت قادر على إيصال رئيس، ولا تقوي كذلك، فلا هذا ولا ذاك قادر بمفرده على انتخاب رئيس للجمهورية. ومن هنا تأتي جولة الوزير باسيل على عدد من المرجعيات السياسية والروحية، والأهم أن المطلوب رئيس ينقل البلاد إلى الضفة الأخرى حيث بر الأمان. هذا وعلم أن لقاء مطولا جمع في اللقلوق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع نواب كتلة الاعتدال الوطني بحضور النائب جيمي جبور. الاجتماع الذي تخلله غداء تركز البحث فيه على الملف الرئاسي ومبادرة كتلة الاعتدال بخصوصه، وأهمية تنسيق المواقف من التشاور وصولا للتوافق على رئيس للجمهورية أو التنافس الديمقراطي في الانتخابات عملا بالدستور.
وخلال إطلاق فعالية مهرجان صيف البترون، أكد باسيل أنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستكون هناك حركة سياسية في الملف الرئاسي. لبنان ينمو بالمحبة والعطاء، ومهما اختلفنا بالسياسة عندما نتعاون على الأشياء الجيدة نبني وطناً. الكلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال المؤتمر الصحفي للجنة مهرجانات البترون الدولية لإطلاق فعاليات مهرجان صيف 2024 بحضور وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال وليد نصار ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري ورئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك ورئيس لجنة المهرجانات سيد فياض والمايسترو لبنان بعلبكة والموسيقي عمر الرحباني بالسوق القديم بمدينة البترون. البترون عم بتعبر بطريقتها مثل كل لبنان عن تصميمها على الحياة بمواجهة الموت يلي عم تعيشه المنطقة يلي جزء من لبنان جنوب لبنان وبقاعه كمان هن عم يتعذبوا. نحن اليوم مش مفصولين عنه، نحن اليوم عم نقاوم بطريقة تانية. هيدي مقاومتنا للحياة ليقدر يعيش لبنان، لأنه لبنان هو بلد السلام والاستقرار والازدهار. لو ما في عليه اعتداء ما بيكون بيعيش عم بالحرب، وهيدي قدرتنا وقوتنا اللبنانيين، قدرتنا على التحمل وعلى التأقلم. انه كنا بايام الحرب بيطلع الانفجار اكيد نبكي على ضحايانا وشهدائنا، بس نكنس الطريق ونكمل عايشين. مشان هيك كل شيء عم بيهددونا بالحرب والمواعيد 15 حزيران ونص تموز، هيدي ما تسنينا على أن نضلنا مسممين ونضلنا مكملين شو ما كانت الأخطار. نحن هيك منعيش بلبنان ونحن هيك عم نعيش اليوم بالبترون. إن شاء الله الله يوفقنا تقريبا نعمل نربط جبال بالكورة عبر طريق دراجات، يعني بايكينج تريل يبلش من البربارة لأنفي، نكون عم نربط جبال بالبترون بالكورة بطريق دراجات هوائية، ونربط البترون بالوسط. سمار جبال هي نموذج ضايع يمكن قدرنا اشتغلنا فيها أكثر، بس كل وسط البترون عم ينمى لدوما ولا تنورين. تنورين لأنه ما ننسى أنه فيها غابة الأرز وفيها بيلوع بلعي اللي هو فريد مش بس بلبنان، بالعالم كله سوا. كله إيه وكله محبة وكله عطاء، وهيك لبنان بينمى. شو ما اختلفنا بالسياسة لما منقول إيه لبعضنا على الشيء المنيح بنبني وطننا، وإن شاء الله نتحرك ابتداء من الأحد الجاي بحركة سياسية جديدة تنحاول نعطي للبنان رئيس جمهورية بيستاهلوا لبنان وبيستاهلوا اللبنانيين، وبيجمعنا كلنا سوا على بناء الدولة وعلى حماية لبنان. والله يخلي لنا إياكم. شكرا. للشمال للبقاع، وهذا الشيء بيعني أنه نحن صامدين، هذا نوع من نوع المقاومة. نحن هيك بنعرف نقاوم، منقاوم الموت بالحياة، من قاوم البؤس بالفرح، من آمن بانتشارنا. عدد السواح آخر 3 أشهر مقارنة مع سنة 2023 مع الحرب اللي حصل بغزة وبجنوب لبنان في دروب، يعني نزل البرسنتج 12% فقط، وهذا شيء فعلا مميز. يعني في شيء هذا لازم يستوقفنا، انه على مطار بيروت كل يوم عم يوصل بين 70 و 75 طياره، يعني عم يوصل على لبنان حوالي 8000 وافد على لبنان. وهون بس اعطي ارقام على طول، وبهمني كثير الاعلاميين يتاكدوا من هيدا، بس نعطي ارقام وزاره السياحه، ما من نشمل الفلسطينيين والسوريين، لانه مطار بيروت صار مطار ترانزيت خاصه للجمهوريه العربيه السوريه. دونك كل السوريين اللي عم بيغادروا لبنان ولا عم بيجوا على سوريا عبر مطار بيروت ما عم نحسبهم بهالارقام اللي نحن معطيها. البترون حقيقة يعني من وقتها خليني اقول انطلقت جديا بالسياحة بالثقافة وبكل النشاطات يلي موجودة فيها، مش عم توقف، بالعكس عم تكبر وعم تكبر، صارت مثل ومثال. وانا بكل فخر واعتزاز كلبناني وكشمالي بقول انه هي يعني أولى المدن السياحية على الساحل اللبناني. هلا طبعا بالجبل في إهدن بدكم تسمحوا لي فيه الموضوع. هلا دوما انتخبت أفضل البلدات السياحية، بس السنة حنرشح إهدن كمان. ونحن كمان بدي أقول لكم شغلة، إنه يعني
عندنا قديس جديد من لبنان هو البطرق ستيفن دوين رح يكون الى جانبنا. هالاسواق هي ثروتنا، ولجنه المهرجان ركزت كثير على مشاريع نماذج عن كيف البترون رح تصير بالمستقبل، هيدي شايفينها من زمان. ولجنه المهرجان كانوا كثير شاطرين بوضع نماذج بهالاسواق هيدي، مثل ما عم بتشوفوا هلا كل ليله هيدي نحن شايفينها من 20 سنه. البترون ما بيعرف في 16 سيلينج بوت يملكون بترونيه، 16 سيلينج بوت موجودين. طلعت الفكره لانه اطلقوا البترون، الاتحاد اللبناني اليخوت اطلق البترون كابيتال دولافوال، باترون كابيتال اوف سيلينج. بقى قررنا انه نكون عم نعمل شيء ايفنت تقريبا بخص هالموضوع، مشان هيك رح يكون في مشاركه من جروب خلق فريق عمل مشان نعمل هذا الايفنت، رح يكون بخليج البحصه. في عنا شيء كبير حبينا نعمله السنه، حابين نتعاون مع الدفاع المدني مثل ما تعاوننا مع الجيش السنه الماضيه تنعمل الاندر ووتر ميوزيوم. السنه رح نعمل بروجي مع الدفاع المدني بمناوره بدها تصير على مينا البترون. رحله موسيقيه بالفن اللبناني من التراث الى المراحل الذهبيه اللي قطع فيها الفن اللبناني، كان بالخمسينات او الستينات مع عمالقه الفن زكي نصيف، الرحابني، وديع الصافي، نصر شمس الدين. منكمل لمرحله السبعينات والثمانينات كمان تكريم لفنانين كتار قليل ما عم تنعمل اغنياتهم، من مروان محفوظ لعزار حبيب لسلوى القطريب، مرسيل خليفي، زياد رحباني. فهالحفله باختصار شديد رح تكون رحله فنيه تكريميه للفن اللبناني. قصدنا هالسنه بالتحديد انه نعنون الليله كليله لبنانيه. لبنانيات هو عمل بيمزج العصريه بالتقليد، ايضا هو زياره فنيه عم نكرم فيها المؤلفين اللبنانيين. ولكن سألت حالي سؤال أساسي، لو هالمؤلفين عم بيألفوا وعم بيوزعوا هالموسيقى اليوم بال 2024 كيف كانوا ألفوها؟ كيف كانوا حبكوها مع كل شيء عم نعيشه؟ إشارة إلى أن المهرجانات ستنطلق في تموز وتستمر حتى أيلول، وتختتم بمهرجان الأفلام في الشرق الأوسط، وبيتضمن نشاطات عدة وأبرزها اللبنانيات مع الفنان عمر الرحباني، والليلة اللبنانية مع المايسترو لبنان بعلبكي. تعاونية موظفي الدولة تعيد التغطية الصحية إلى 90%، فكيف كان مسار تعافيها؟ التفاصيل في تقرير حسين شحادي. رغم الفوضى العارمة التي يعاني منها القطاع العام في لبنان وهروب الحكومة من تصحيح جدي وفعال لرواتب موظفي القطاع العام، برزت تعاونية موظفي الدولة عبر صندوق خدماتها كواحدة من المؤسسات التي تعمل لخدمة المستفيدين منها بكل جدية وشفافية، عبر رفع نسبة التقديمات عما وصلت إليه عقب الانهيار المالي الذي أصاب الدولة. التعاونية بتقدم ثلاث أنواع من التقديمات: الاستشفاء والمساعدات المرضية يعني زي ثمن الأدوية، والمساعدات الاجتماعية. إنجاز الكبير للعمل سنة الماضية بأذار نيسان 2023 قدرنا نحصل على صلة، فعملت دراسة كافية ودقيقة ومفصلة وقدمتها لرئيس الحكومة ووزير المالية. ما طول الوضع كثير تا أخذنا سلفة شهرية، وابتداء من أول حزيران 2023 رفعنا التعريفات 50 ضعف، وبهذا الشكل اقتربنا كثير من قيمة الدولار الفعلي، وألحقناها بأول حزيران كمان 23 بإعطاء سلف للمستشفيات، وبأول 24 صرنا عم نعطي فريش. تقريبا رجعنا مثل ما كنا وأحسن. هلأ مش من زمان كثير رجعنا عملنا دراسة وتبين لنا أنه من خلال إمكانياتنا والتدقيق الحاصل والرقابة الصارمة أنه منقدر نرجع لمش بس 90% استشفاء، 90% مع سقف اللي كان معمول اللي هو موجود بنظامنا، يعني 500,000 لمريض. وهب الأعضاء أثار جدلا في لبنان، فما هي المشكلة الأساسية في ظل موت أكثر من 500 مريض بسبب نقص الأعضاء المتاحة؟ أيضا تقرير للزميل حسين شحادي. الموت مصير كل كائن حي،
مصير كل فرد منا، لكن التطور العلمي والطبي جعل الموت يتحول أملاً ومحبة لدى العديد من المرضى من خلال هبة حياة من إنسان آخر فقد الحياة وذهب جسمه إلى الفناء. حوالي 1500 لبناني حياتهم معلقة بسبب وهب الأعضاء، وأكثر من 500 مريض يفقدون حياتهم بسبب نقص الأعضاء المتاح. هذا الموضوع أثار جدلاً في لبنان، فما هو موقف اللبنانيين من وهب الأعضاء؟ وهب الأعضاء أكيد مع 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 100%. ليه غيري ما بده يستفيد؟ لا أكيد مع، بينقذ حياة إنسان تاني أكيد. لا أنا مع، لا ما عندي مانع، لا شيء إنساني. ضد هيك. كيف تتم عملية وهب الأعضاء؟ الواهب والموهوب بده يتقربوا بطلب للجنة وهب الأعضاء بالحزمية، بس يتقدم الطلب ويندرس بيرجع بينبعث عن نقابة الأطباء، كمان بيندرس بلجنة معينة من أطباء وقضاة ومندوبين عن وزارة الصحة، بيرجع الملف بينبعث على وزارة الصحة لأمضاء معالي الوزير. قبل ممنوع الواهب إلا ما يكون من أفراد العائلة، هلأ صار فينا ناخد الواهب بيكون برات العائلة، بس يكون كل شيء متطابق وما يكون فيها تجارة، نتأكد كمان أنه ما يكون في قابض مصاري ولا تجارة. مشكلة أساسية تكمن في وهب الأعضاء. وهب الأعضاء بلبنان المشكلة الأساسية نحن عنا بالدونور بالواهب، ما عنا واهبين كفاية، مشان هيك أوقات الأعضاء العمليات وهب الأعضاء عم بيكون برات الأراضي اللبنانية، برا بأوروبا عم تنعمل، لأنه بلبنان في كتير لبنانية بأيدوا هالشغلة، بس لسوء الحظ ما في عدد واهبين كفاية، كان من الكلى، كان من القلب، كان من الكبد، في من العيون، العيون أكثر شيء اللي عم نقدر نعملها، بس بالكلى وبالكبد والقلب ما عم نلاقي، عم بيضطر المريض اللبناني يسافر لبرا. وبالقانون اللبناني على التشريع ممنوع منعا باتا التجارة بالأعضاء ولا قبض أي ثمن لقاء أي تبرع بأي عضو. القضاء اللبناني والقانون اللبناني بعائب على هاي الأمور. وهب الأعضاء هي عملية لإدخال الفرح إلى قلوب من فقدوا الأمل بالحياة، عندها يصبح للموت معنى، فبادر وكن واهبا لأعضائك. حسين شحادي، أو تي في. في السراي الحكومي رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق وفقا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة. وكان ميقاتي اجتمع مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي، الذي قال أثر اللقاء أن الوزارة أجرت كل الاستعدادات لإجراء الامتحانات الرسمية التي ستكون في موعدها ابتداء من 29 من حزيران ولمدة 3 أيام. قالت لدولته أن وزارة التربية قد أجرت جميع الاستعدادات للقيام بالامتحانات الرسمية التي ستكون بإذن الله في موعدها ابتداء من 29 حزيران ولمدة 3 أيام. فكل ما يقال في بعض المواقع وفي بعض وسائل الإعلام من قبل جوقة التخريب التي تعودنا عليها للتشكيك في إمكانية الوزارة من القيام بهذه الامتحانات، ستبددها الوقائع والحقيقة التي ستظهر للعلن. هم يحاولون أن يخربوا عقول الطلاب، وأنا أقول للطلاب ما تسمعوا إلا اللي بيصدر عن وزارة التربية بشكل رسمي، الامتحانات قائمة، ما تخلوا حدا يشوشكم ولا تخلوا حدا يلعب بعقلتكم، لأنه هذا الأمر ستدفعون ثمنه أنتم فقط. ولذلك أنا أدعو المعلمين، الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة، الاشتراك في المراقبة والتصحيح، وعنا صارت كل الاستعدادات. الامتحانات ستكون موحدة لجميع التلاميذ على الأراضي اللبنانية، وكل ما يقال عكس ذلك هو غير دقيق وغير صحيح. نعم، يعني بتأمل أنا، نحن طبعا مراكز الامتحانات ستأخذ بالاعتبار العنصر الأمني، بالتأكيد سنختار الأماكن الأكثر أمانا لألون، ونحن على تواصل مع معلمين الجنوب
ومع التلاميذ لحتى نأمن السلامة وإن شاء الله ما حدا بينضر. على صعيد آخر، ترأس ميقات اجتماعا ضم وزير الطاقة وليد فياض المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان. وأكد فياض بعد الاجتماع أنه جرى عرض تطور العمل في برنامج القرض الذي يعمل عليه البنك الدولي في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة. هذا البرنامج مبشر لأنه في 250 مليون دولار استثمار من البنك الدولي بالقطاع الطاقة المتجددة وتقوية وتدعيم مؤسسة كهرباء لبنان، من ضمنه الكنترول سنتر يعني مركز تحكم عن بعد، من ضمنه الانتجريشن تبع رينيوبل انرجي وتدعيم المؤسسات لكهرباء لبنان. هلأ بالإضافة لهالشي كمان تبلغنا من دولة رئيس مئاتي أنه أخذ نص الكتاب اللي أنا بعثت له إياه جوابا على رسالة توتال إنرجي وقطر إنرجي بالنسبة لمعمل الطاقة المتجددة 100 ميجا وات، حيث اقترحنا حل قانوني يسمح بالإسراع بتنفيذ هذا المشروع لحتى قطر إنرجي وتوتال إنرجي يستثمروا ببناء هذا المعمل، وبعث لهم الرسالة على حسب اقتراح وزارة الطاقة. نتمنى هلأ أنه يتعاملوا مع الجانب القطري والفرنسي بإيجابية. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أقامت جامعة سيدة الويزي زوق مصبح حفل العشاء السنوي، وذلك تكريما لأهل الإعلام والصحافة في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري ورئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري وحشد من الفعاليات السياسية والتربوية والروحية. وأكد رئيس الجامعة الأب بشار الخوري أن الإعلام يشكل حاليا السلطة الأقوى في هذا البلد، حيث ما تبقى من سلطات فيه قد أصبح مترهلا متراخيا مهملا. من جهته أشار وزير الإعلام إلى أن الدولة تتطور أيضا من خلال الشباب المتخرج من أفضل الجامعات اللبنانية كجامعة سيدة الويزي، ورغم كل ما يمر به لبنان فنحن شعب يحب الحياة ولا يعرف الاستسلام. لأننا في جامعة سيدة الويزي NDU نرى في هذا اللقاء لقاء بين رسالتين، رسالة الجامعة ورسالة الإعلام. إحنا منآمن أنه دولتنا ما بتتطور إلا بمشاركة الشباب المتعلم بأفضل جامعات مثل الانديو. أما الأهم بالنسبة إلي وبالنسبة أكيد لكثير من اللبنانيين هو العمل الحالي لإدراج أرشيف تلفزيون لبنان على ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو. وتكريما للإعلاميين الذين يواكبون نشاطات مركز سرطان الأطفال ويعتنون بأخباره وتغطية النشاطات، أقام المركز حفل غداء على شرف الإعلاميين، وذلك بمشاركة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية. وأكد وزير الإعلام أهمية هذا المركز الذي يساهم في علاج الأطفال وشفائهم بنسب كبيرة، كما كانت شهادات حية لعدد من الأطفال الذين تغلبوا على هذا المرض. فاصل قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الرياضية والزميل إلينا الصار. أقام الاتحاد اللبناني للوشو كونغ فو المرحلة الأولى من بطولة لبنان للفئة العمرية 12-17 سنة بأسلوب الساندا بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد ومشاركة أكثر من 100 لاعب. مثلوا نوادي الأنطونية بعبدا، بودا أدما، بالأوريزون أدما، المركزية جوني، الواك، الكاسليك، الأمن العام، الشبيبة الرياضي، سبورتينغ كلوب، تايجر أميون، كفر عبيد الرياضي، البترون، الهلال، طرابلس، شاولين بيروت، أبا برج حمود، سيدة الويزي، زوق مصبح. بعد كلمة ترحيب بالنوادي والمدربين والمشاركين من الرئيس جورج نصير، شكر رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان بيروت الرياضي كريم العنديري على الاستضافة، فانطلقت المباريات وسجلت نتائج الآتي. بفئة 12-13 سنة عند الإناث بوزن 45 كيلو ربحت جابرييلا شهاب من الأمن العام على لورا بوجي من الشبيبة الرياضي، بوزن 50 كيلو ربحت روزاريتا بطرس من بودا على ماريتا عيسى من الأمن العام، بوزن 65 كيلو ربحت ماريلين أبو جودة من الأمن العام على كاتيا طعمة من كفر عبيد الرياضي،
بفئة 12-13 سنة للذكور بوزن 31 كيلو، ربح ليوناردو سعيد الأمن العام على جورج بوعيسى من كفر عبيدة بوزن 39 كيلو، ربح بهجة نصار من الهلال طرابلس على خليل روكوز من الأمن العام بوزن 42 كيلو، مارفن الصيفي من بودا على آدم لقيس من بيل أوريزون بوزن 45 كيلو، ربح غسان سعيد من الأمن العام على محمد حيدر من الشاولين بوزن 50 كيلو، ربح مارك أنطوني ميرال من بيل أوريزون على غدي لييس من الأمن العام بوزن 60 كيلو، ربح أنطوني كلاسي من بيل أوريزون قدام جوليان كساب بوزن 65 كيلو، ربح جورج بولطوف من كفر عبيدة على علي أهمز من الشاولين بفئة 14-15 سنة للذكور بوزن 52 كيلو، ربح روي خويري بيل أوريزون على سليم نشار من الهلال طرابلس بوزن 60 كيلو، أدولفو بوحرب من سيدة الويزة على جو إيليو كساب بوزن 67 كيلو، بيتر نبوت من تايجر أميون على علي عوادة من الهلال طرابلس وبوزن 75 كيلو، يوسف حلوم من الهلال طرابلس على يورجو غبري من بودا أدما. بترتيب النوادي الأمن العام أول ب 36 نقطة، الهلال طرابلس ثاني 24 نقطة، بودا وبيل أوريزون والشاولين بالمركز الثالث ب 19 نقطة. والختام كالعادة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة بولين عون. مساء الخير. بيستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية حتى يوم السبت، لترجع تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بالمناطق الشمالية. جونا لبكرة قليل الغيوم ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. مثل العادة بنبدأ من الشمال، عكار عم تسجل 34 درجة، طرابلس 32، العاصمة بيروت 31 وصور 32 درجة. ننتقل لبعلبك 33، اللقلوق 23، زحلة عم بتسجل 34 درجة وجزين 30 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا توصل لل 75%. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها عم بتكون بين 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار السبت جونا قليل الغيوم إجمالا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات المتوسطة بالليل ورياح ناشطة. درجات الحرارة على الساحل عم بتسجل أقصاها 31 درجة. لنهار الأحد والتنين جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، الرياح أيضا عم بتكون ناشطة وبيرتفع معها موج البحر، درجات الحرارة بتسجل ساحلا لنهار الأحد 27 درجة ولنهار التنين 28 درجة. لنهار الثلاثة جونا بيتابع قليل الغيوم ودرجات الحرارة أيضا بتكون مستقرة على 28 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل. إلى اللقاء.